اهلا بيكم في لعبة جي تي اونلاين. معاكم مستر رمضان. النهاردة هنعمل مهمة خطيرة تانية برضو، مهمة في العربية الخطيرة، مهمة التيرور في عربية التيرور بايت، العربية الضخمة، مركز العمليات المتحرك. المرة اللي فاتت عملنا عملية ان احنا سرقنا او خدنا الفلوس من الحرامية وغفلناهم. النهاردة بقى هنروح على محل الجواهرجي وهناخد المجوهرات، شنطة المجوهرات، ونروح نسلمها وناخد المعلوم. ادي التيرور بايت اهي من جوه، هنا المدفع، وهنا هو الدرونز اللي بتطير، وهنا الشاشة بقى اللي عليها العمليات او المهمات، وهنا بقى دي ورشة سلاح ممكن تحدث فيها اسلحتك. انا محدث اسلحتي اهي، ودي الورشة بقى الخاصة المتخصصة بالام كي اللي هو الاوبريسور، ده اوبريسور ام كي 2، ده من افضل وسائل المواصلات في اللعبة. بتدوس ايه هنا بعد ما بتحدث بقى كل حاجة، هو الارمور وهنا عشان خاطر لو عايز تشتت الصواريخ اللي جاية عليك، ودي السرعة والضوء، يعني حاجات كتيرة جدا. خلونا بس نشوف مهمتنا. نروح دلوقتي على محل جواهرجي فينجيليكو ونعمل سطو عليه. ندوس ايه، وهنا بقى ايه الخصائص كتير جدا جوه التيرور بايت او جوه العربية دي. الحاجات دي ممكن من خلالها ان انت تجيب سبلايز للبيزنس اللي عندك، سواء كان عندك بيزنس تجارة سيارات، او كان عندك بيزنس تجارة سلاح، او البيزنس بتاع البايكرز اللي هي الدراجز يعني والمخدرات وكده، او السبيشال كارجو دي بتاعت السي او اللي هم المنظمات، وبرضو الشغل بقى الشحن الجوي او المهمات اللي بالجو دي بتبقى بالموتوسيكلات وبالمنظمات برضو. اخش بقى هنا واختار مهمة ديمون شوبينج اللي هي مهمة الايه، سرقة المجوهرات. خش جوه كابينة القيادة اهو، ونروح على محل المجوهرات. اهي تبان ان هي عربية عادية جدا، لكن هي من جوه مركز عمليات زي ما انتم شفتوا. عربية يعني او سيارة نقل تمنها يوصل مثلا يوصل على 2 مليون، لكن بتجيب لك مكاسب بتقدر من خلالها ان انت تجيب تمنها اللي دفعته فيها وزيادة كمان، يعني عبارة عن بيزنس او استثمار. هنزل بقى من العربية واخش تاني مركز العمليات هنا عشان اطير درون واخترق المحل الجواهرجي. انا وصلت خلاص للمحل، واوقف اعطل الانذار جواه او المراقبة او الامن جواه، واقدر ان انا ادخل اخد شنطة المجوهرات. انا رايح على محل المجوهرات اهو، وادي الامن واقف بره، لازم ما اقربش بالدرون والا هيشوفوه اهو. اهو صعقته بالصاق الكهربائي، هستنى لما يشحن واصعق التاني دوت. هو بيشحن على اليمين اهو لغاية لما يبقى اخضر، بعد كده هدوس كليك شمال برضو اهو، هطلع فوق شوية كده عشان ما اخبطش الدرون، لان الدرون صغير لو اتخبط هيبوظ واضطر اطير درون تاني. وطبعا وقت المهمة تحت اهو 28 دقيقة اهو. انا مش هضرب الحراس دول لان هم قريبين من بعض وممكن يحسوا لو شاف زميله بيقع، فهخش على طول على لوحة الانذار اهي. خلاص انا كده عطلت الانذار جوه المحل، فهخترق المحل، هخش بقى المحل بسهولة من السطو وبسهولة. هقوم بقى دلوقتي اهو، مش لازم بالام كي، ممكن بأي وسيلة مواصلات تانية. هجيب دلوقتي وسيلة مواصلات تانية عشان بس ايه الناس اللي معاه وسيلة مواصلات غير ممكن يقولك انا معيش ام كي اللي بيطير ده، انا عايز وسيلة مواصلات تانية. هكلم الميكانيك بتاعي اهو،
الميكانيكي عشان يجيب لي عربية You need someone, huh? On عربية your right. كروما المصفحة. Let me know. احنا قلنا ان I'll bring عربية it by. كروما دي من ارخص العربيات واقواها. انا طلبت دلوقتي عربية الكروما من الجراج، هتجيلي اهي، جت. هرجع بس التيرور بايت او العربية لمركز العمليات لمكانها، اختار سيرفيسز، بعد كده اختار تيرور بايت واعمل ريتورن تو ستورج، هترجع على مكان التخزين بتاعها. خلي العربية هنا كده راكنة عشان لما اخلص العملية اخش كده عادي بمنتهى الهدوء اهو. موت البودي جاردات بقى اهو. هي شنطة المجوهرات اهي، متعلم عليها بالاخضر. اهو البوليس طبعا حس، في حد بلغ، فهنا هو بيقول لي لوز ذا كابس او اهرب من البوليس الاول. ادي سيارة كروما اهي سريعة. قدامك حل من الاتنين عشان خاطر تشيل النجوم اللي فوق دي او البلاغات، ان انت تستخبى في حتة زي كده اهي مثلا، بعيد عن العربيات البوليس اللي ماشية دي. في الخريطة باينة اهي لون ازرق او بتنور اهي في الخريطة، او ان انت بقى تستخدم العلاقات العامة التقيلة بقى وتكلم ليستر يخلص لك الموضوع ده. انا كلمت ليستر وقلت له اهو شيل لي البلاغات دي يا عم، فخلاص ثواني ظبط لي الدنيا اهو، خلاص كده البوليس نسي الموضوع خالص. وبيتك بيتك، اروح بقى اسلم المجوهرات. زي ما قلت لكم عربية كروما عربية مصفحة وقوية جدا، وممكن خلالها تضرب برضو بالرصاص اهو. ده صوت الكلاكس اللي انا حاطه ده ممكن برضو تعمل تعديل على العربية زي ما انت عايز، بتغير اللون. هي اصلا ما بتشتريها بيبقى لونها اسود خالص، انا مغير لونها كده مخليه بني في احمر، يعني كنوع من التغيير. ممكن تغير كمان موسيقى الكلاكس بتاعها، انا مخلي الموسيقى دي اهي. فضل 24 دقيقة على وقت المهمة، لو ما وصلتش المجوهرات خلال 24 دقيقة المهمة هتفشل. طبعا انا خلاص قربت اوصل، والعربية سريعة زي ما انتم شايفين. من الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها برضو ان المجوهرات دي بتبان في الخريطة عند كل اللعيبة اللي في السيزون، فممكن واحد فيهم يجي يروح يموتك وياخد منك المجوهرات ويروح يسلمها هو، ويبقى تعبك راح على الفاضي. فحل من الحاجات ديت ان انت ممكن تعمل حاجة اسمها جوست اورجانيزيشن. انت بتخش على بتختار بتدوس ام وبتختار على كده سيكيور سيرفيس اللي فوق دي، وبتختار بعد كده سي او ابيليتس القدرات، بتختار بعد كده بتختار من هنا هي جوست اورجانيزيشن. انا عندي مش ظاهره عشان انا لوحدي في السيزون، فكده كده انا محدش شايفني، يعني انا مفيش حد الا انا في السيزون اهو، زي ما مكتوب فوق على الشمال فوق مستر رمضان، انا بس اللي موجود. فلما تكون في السيزون وحاسس ان في مثلا السيزون مش هادي، او الناس بتشتبك مع بعضها، او في ناس بترخم او بتعمل جريفنج او بتبوظ المهمات يعني، فانت ممكن تختار اللي هي الجوست اورجانيزيشن دي، بتخفيك من على الخريطة فما بيعرفوش انت بتعمل ايه.
لان في النهايه في ناس ما بتحبش ترخم، لان هو عنده نفس البيزنس ده فممكن يعمله، فمش مش محتاج ان هو يرخم على حد وياخد منه المهمه بتاعته او الشغل بتاعه. بس بقى في ناس لسه بتبقى بادئه اللعبه فعايزه فلوس، فبيروح بيستسهل بقى، يروح داخل جاي عليك مثلا يقابلك ولا حاجه، يروح انت ما تلاقيه طلع لك كده من النوير من ما فيش، يروح ضربك تك 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 ياخد منك الحاجه ويجري. في الحاله دي انت ممكن تروح بسرعه مغير السيزون، فانت كده هتقفل المهمه عنده، فهو كده مش هيستفيد باللي هو عمله ده. فده دي برضو من الحاجات اللي ممكن تعملها. لكن في الغالب انت لو لقيت السيزون هادي والدنيا تمام، مفيش حد بيرخم او بيضرب او السيزون في حالة بيس كده وسلام، خلاص اعمل المهمة وعيش وتعايش يعني. خلاص اهو وصلت لمكان التسليم وخدت 33,500 دولار. دي كانت مهمة سرقة المجوهرات من محل الجواهرجي، جوهر الجواهرجي. اشوفكم بقى في المهمة اللي جاية، ويا رب بقى تكون المهمة دي عجبتكم، وسلام.